السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة محمد العدلي. طبعا الفترة اللي فاتت انا نزلت فيديوهات كتير للثانوية، ولكن ده اهم فيديو هينزل للثانوية السنة دي، فيديو شهر 5 او الشهر النهائي في الثانوية، اللي من خلاله ان شاء الله بالخطة اللي هقولها في الفيديو ده هتوصل لمجموع 99%. والكلام ده مش كلام عام بس عشان تخش تشوف الفيديو والكلام ده، لا، انت دلوقتي هتقتنع فعلا بالكلام اللي انا بقوله، وهتطلع من الفيديو ده عندك ثقة في نفسك عالية جدا، وعندك حماس عالي جدا انك تشتغل باقصى مجهود عندك في شهر 5 عشان توصل فعلا لمجموع زي ده. وهوضح لك دلوقتي ان مجموع زي ده حاجة في الامكان، مش حاجة مستحيلة مهما كان مستواك في الشهور اللي قبل كده. اثبت لك دلوقتي انك فعلا تقدر توصل لمجموع زي ده. الخطه بتاعتنا ان شاء الله هتكون معتمده على حل الامتحانات الشامله، مش هتكون معتمده على الحفظ، لان انت واخد بالك دلوقتي انك حفظت كتير ومهما بتحفظ بتنسى، وانت لما تخش الامتحانات مش هيقول لك سمع، يعني هو مش عاوز واحد حافظ من الصفحه كذا للصفحه كذا يخش يسمع الصفحتين دول، هو عاوز واحد شاف اسئله قبل كده وحل امتحانات قبل كده، خصوصا لو هي امتحانات ثانويه عامه عشان هتكون ديت هي المستوى الفعلي للامتحان، ويخش يحل الاسئله اللي هو المفترض حلها قبل كده. فالامتحان عاوز واحد كان حل كتير مش كان حافظ كتير. عندي طلب بسيط بس قبل ما ابدا الخطه بتاعتنا ديت. الطلبه دلوقتي نوعين، في طلبه خلصت المنهج بمعنى ان كل محتويات المنهج هي شافتها، شافت كل الفصول بتتكلم عن ايه، التفاصيل بتاعتها ايه، الفكره العامه بتاعت كل فصل، وعاشت يعني مع الفصل شويه كده. الطلبه ديت حتى لو هي ناسيه بعض الاجزاء في المنهج هي كده بالنسبه لي مخلصه المنهج بشكل مبدئي. ولكن في طلبه لحد دلوقتي في بعض الفصول وبعض الابواب في مواد معينه ما يعرفش هي بتتكلم عن ايه، ما شافهاش قبل كده. فبالنسبه للنوع الاول اللي هو مخلص المنهج بقى لك كام يوم، هما خلال شهر 4 شوف نقط الضعف بتاعتك ايه في الحاجات اللي انت مثلا بتنساها، في الحاجات اللي انت مش بتعرف تحلها من المسائل، واكد عليها خلال شهر 4 قبل ما نبدا الخطه بتاعتنا في شهر 5. اما الطلبه اللي هي لسه لحد دلوقتي عندها بعض الحاجات في المناهج ما تعرفش هي بتتكلم عن ايه، فانت لازم قبل نهايه شهر 4 تقرا الحاجات دي، مش بقول لك احفظها، لا، اقراها كده بتأني شويه وبتركيز شويه وشوف هي بتتكلم عن ايه والتفاصيل بتاعتها ايه، عشان تكون جاهز فعلا انك لما تخش شهر 5 تطبق الخطه بتاعتنا بدون ما يحصل لك مشاكل وبدون ما تعاني او تبذل مجهود كبير. طيب الخطه بتاعتنا معتمده على ايه بقى بالتحديد؟ الخطه بتاعتنا ان شاء الله هتكون معتمده على حل 30 امتحان في كل ماده من السبع مواد اللي عندك. كل شعبه عندها سبع مواد، علم علوم عارف السبع مواد بتوعه، علم الرياضه السبع مواد بتوعك، العربي والانجليزي واللغه الثانيه والفيزياء والكيمياء، والرياضه البحته هتعتبرها ماده، والرياضه التطبيقيه هتعتبرها ماده، لان كل واحده منهم هتنزل لك في النتيجه من 60. والشعبه الادبيه طبعا انت عارف السبع مواد اللي عندك. الخطه بتاعتنا زي ما قلت لك 30 امتحان في كل ماده، ومش اي امتحانات، امتحانات ثانويه عامه من السنوات السابقه، وفي بعضها امتحانات كانت جايه في الثانويه الازهريه، وامتحانات من نماذج الوزاره اللي بيحطها مستشار الماده اللي هو هيحط لك الامتحان فعلا الرسمي بتاع الثانويه. فالامتحانات ديت هي المستوى الفعلي للامتحان. ايه اللي انا عاوز اوصله من خلال حل الامتحانات ديت؟ لما انت تحل الامتحانات ديت انت هتتعود على المستوى الفعلي للامتحانات بتاع الثانويه العامه، انت هتكون متعود على الاسئله اللي هي هتجيلك. لما انت تيجي تحل الامتحان رقم 30 في الامتحانات ديت هتلاقي انك بتحله في وقت اقل من الوقت اللي مطلوب، وتاني حاجه ان كل الاسئله اللي قابلتك في الامتحان رقم 30 انت شفتها في ال 29 امتحان اللي قبل كده، وبالتالي لما انت تحل الامتحان رقم 30 مش هيقف معاك اي سؤال، يبقى انت كده وصلت لمرحله انك بتحل امتحان ثانويه عامه اللي هو مستوى فعلي للامتحان اللي انت هتمتحنه بدون ما يقف معاك اي سؤال وبدون ما تتعطل، وبتحله في وقت اقل من المطلوب، وده المستوى اللي احنا عاوزينه. لما انت توصل للمرحله ديت يبقى انت كده جاهز فعلا انك تخش امتحان ثانويه عامه تحله في الوقت المطلوب او اقل كمان من الوقت المطلوب، وكمان تجاوب على كل الاسئله اللي فيه. حتى لو قابلك سؤال او اثنين فيهم افكار وما جوش قبل كده في امتحانات ثانويه عامه هتكون مؤهل انك تفكر فيهم بشكل صح وتحلهم. طيب الخطه بتاعتنا بقى نوضحها شويه، هتكلم على كل شعبه لوحدها. نبدا الاول بشعبه علم علوم، ركز معايا قوي. شعبة علم علوم يوم 1/5 يوم 1/5 وكل الأيام الفردية اللي موجودة في شهر 5، يعني 1/5 3/5 5/5 7/5 9/5 11/5 وهكذا لحد يوم 29/5. هتعمل إيه؟ يوم 1/5 هتحل امتحانين في اللغة العربية وامتحانين في الفيزياء وامتحانين في الأحياء وامتحان واحد في اللغة الثانية، يبقى أنت كده حليت كام؟ حليت سبع امتحانات في اليوم ده، يبقى يوم 1/5 وكل الأيام الفردية هتعمل الكلام ده. طيب يوم 2/5 هتحل امتحانين في الانجليزي مع امتحانين في الكيمياء مع امتحانين في الجيولوجيا مع امتحان واحد في اللغه الثانيه سواء الماني او فرنساوي او ايطالي، يبقى انت كده حليت سبع امتحانات في يوم 2/5 وكذلك كل الايام الزوجيه اللي موجوده في الشهر ده. يوم 30/5 ان شاء الله هتكون حليت في كل ماده 30 امتحان.
نيجي للشعبة بعد كده، شعبة علم الرياضة يوم 1/5 وكل الأيام الفردية في الشهر. بعد كده هتعمل الآتي: هتحل امتحانين في العربي، امتحانين في الفيزياء، الرياضة البحتة، هتحل امتحان في الجبر والهندسة الفراغية، وامتحان في التفاضل والتكامل مع امتحان في اللغة التانية. يبقى أنت كده حليت في اليوم ده 7 امتحانات. يوم 2/5 وكل الأيام الزوجية في الشهر هتحل امتحانين في العربي، هتحل امتحانين في الانجليزي، وهتحل امتحانين في الكيمياء، وامتحان في الاستاتيكا، وامتحان في الديناميكا، وامتحان في اللغة التانية. يبقى انت كده حليت 7 امتحانات يوم 2/5 وكل الايام الزوجية في الشهر. بعد كده هتقول لي: دلوقتي انا حليت في كل فرع من فروع الرياضه 15 امتحان بس مش 30. مظبوط، ولكن ما تنساش ان كل فرعين من فروع الرياضه يعتبروا ماده واحده من 60 زيك زي باقي الشعب التانية. لو انت عاوز تزيد عن 30 امتحان مفيش اي مشكله، هتلاقيني سايب لك امتحانات بزياده. كل ما انت تحل امتحانات اكتر كل ما مجموعك اصلا بيكون اعلى وبيديك خبره اعلى. تمام، نيجي للشعبة الأدبية يوم 1/5 وكل الأيام الفردية اللي بعد كده في الشهر. هتحل امتحانين في العربي، امتحانين في التاريخ، مع امتحانين في علم النفس والاجتماع، مع امتحان واحد في اللغة التانية. يوم 2/5 وكل الأيام الزوجية اللي بعد كده في الشهر هتحل امتحانين في الإنجليزي، مع امتحانين في الجغرافيا، مع امتحانين في الفلسفة والمنطق، مع امتحان واحد في اللغة التانية. يبقى انت كده حليت 7 امتحانات. لما توصل ل30/5 هتكون حليت 30 امتحان في كل مادة إن شاء الله. يبقى ده كده النظام اللي احنا هنشتغل عليه. واحد هيقول لي: معدل 7 امتحانات في اليوم الواحد ديت حاجه صعبه. لا، حاجه مش صعبه ولا حاجه. بص، انت هتحل الامتحان كالاتي. الطريقه ديت هتوفر عليك في الوقت كتير. انت مثلا معاك الامتحان اهو، هتبص على اول سؤال، لقيت اول سؤال ده انت تعرفه خلاص، رجع انا عامل قدامه كده علامه صح وهجاوبه شفوي. واخد بالك؟ هتجاوبه شفوي. طالما سؤال انت تعرفه هتعلم قدامه علامه صح كده وهتجاوبه شفوي. هتيجي على السؤال الثاني لقيت نفسك تعرفه، هتروح جاي معلم علامه صح وهتجاوبه شفوي. هتيجي على السؤال الثالث، لقيت السؤال الثالث مثلا سؤال صعب او سؤال جديد عليك انت ما تعرفوش، هتروح جاي عامل ايه؟ هتفكر فيه دقيقتين. لقيت نفسك ما وصلتش الاجابه في دقيقتين او وصلت الاجابه ولكن انت مش متاكد منها، هتبص لنموذج الاجابه اللي هتلاقيني سايبه لك في نهايه ملفات البي دي اف اللي فيها الامتحانات وتشوف الاجابه بتاعته. لقيت الاجابه بتاعت السؤال ده، هتروح جاي عامل ايه؟ هتجيب كشكول، وليكن دلوقتي انت بتحل امتحان فيزياء، هتروح جاي فاتح مثلا الكشكول ده، وليكن ده كشكول مخصص للفيزياء، هتكتب السؤال اللي هو كان واقف معاك ده بلون معين، والاجابه بتاعته اللي انت شفتها في نموذج الاجابه بلون تاني. الكشكول ده هتجمع فيه كل الاسئله اللي هي كانت بتقف معاك لحد ما توصل لنهايه الامتحانات. الكشكول ده ليله الامتحان اللي هما اليومين او الثلاثه اللي قبل الامتحان، هتبص على الاسئله اللي موجوده فيه. الأسئلة اللي موجودة فيه ديت كده كانت نقط الضعف بتاعتك، لما أنت تذاكرها قبل الامتحان بحوالي يعني 48 ساعة هتكون الحاجات دي في دماغك ومش هتنساها تاني، هتخش الامتحان أي حاجة من اللي هي كانت نقط ضعف بالنسبة لك لو قابلتك في الامتحان هتكون أنت لسه مراجعها وهتقدر تحل عليها بشكل كويس. يبقى ده كده النمط اللي احنا هنشتغل بيه وهيوفر عليك في الوقت. ولكن الطلبة اللي هتحل مسائل في الفيزياء أو مسائل في الرياضة لازم كل حاجة تحلها بإيدك، ما تحلش حاجة شفوي. لازم أن تحل بايدك وتطابق الناتج النهائي بالناتج النهائي الموجود في نموذج الاجابه. ما تبصش على المساله كده تقول اه ده المساله دي انا شفتها قبل كده وعارف حلها. لا، المسائل بتخدعك، ممكن تغلط في قانون، ممكن تغلط في تعويض، فانت لازم أن تحل بايدك المسائل سواء في الفيزياء او في الرياضه. مفيش حاجه في المسائل بتتجاوب شفوي. تمام، طيب يبقى احنا كده خلصنا النظام بتاعنا اللي احنا هنشتغل بيه. ولكن عشان اوضح لك الامور اكتر، اول 5 امتحانات ليك هتلاقي مستواك بطيء شويه، يعني بيقابلك اسئله كتير ما انتش عارفها، ده عادي في البدايه. بعض الاسئله بتاخد منك وقت اكتر من المطلوب، ده عادي في البدايه. ولكن لما توصل للامتحان رقم 10 هتحس بيه اختلاف كبير ما بين الامتحان رقم 1 ليك وما بين الامتحان رقم 10. الامتحان رقم 10 هتلاقي ان خلاص مستواك اتحسن اكتر، عدد الاسئله الصعبه اللي بتقابلك ابتدى يقل، الوقت اللي انت بتحل فيه الامتحان ابتدى يقل، لحد ما توصل لمرحله الاكتمال والتمام اللي هو في الامتحان رقم 30. بتحل في وقت اقل من الوقت المطلوب، وبتحل كل الاسئله اللي قابلتك قبل كده صح، لان انت خلاص اتعودت عليها وحفظتها في ال 29 الامتحان اللي قبل كده. يبقى ده كده النظام المتبع اللي احنا هنشتغل بيه ان شاء الله خلال شهر 5. النظام ده زي ما انت شايف كده بيناسب الكل، ما يهمنيش مستواك قبل كده كان عامل ازاي، ولكن المجهود اللي هتعمله في الشهر ده هو اللي هيأثر عليك
يعني خلاص خلال المرحلة الجاية كلها هتشتغل صح وتعمل مجهود كبير وتلتزم انك تحل في اليوم الواحد فعلا 7 امتحانات، يبقى انت كده هتوصل للمرحلة اللي احنا عاوزينها، انك تخش امتحان الثانوية العامة وانت مطمن واثق في نفسك، مفيش حاجة واقفة قدامك، حتى لو قابلك سؤال او اتنين هتقدر تحلهم ان شاء الله. وخد بالك وانت في الامتحان بتاع الثانوية لو قابلك سؤال جديد او حاجة ما تتخضش، سيبه للنهاية، حل كل الاسئلة اللي انت تعرفها الاول وبعد كده شوف الاسئلة الصعبة عليك وابتدي حلها. ما تنساش برضو ان احنا خلاص خلال شهر رمضان اهوت، انتهز الشهر ده بانك تدعي كتير، خصوصا في ال10 ايام الاخرى في الشهر ده، ادعي كويس في شهر رمضان عشان ربنا يوفقك ان شاء الله. ده كده الفيديو بتاع شهر 5، وبقول لك ده اهم فيديو هينزل السنه دي. اتمنى الفيديو ده يكون نال اعجابكم، وتمنياتي بالتوفيق للجميع ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.